قال الأمين العام لحركة تجمع أمل الجزائر عمار غول عن ترحيبه بمبادرة الأفافاس، ولكن بحزمة كبيرة من الشروط أبرزها عدم المساس بشرعية الرئيس، وأن تكون الإصلاحات الخاصة بالدستور في إطار الأسس التي وضعها رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، حذر غول من خروج المعارضة إلى الشارع يوم 24 فبراير القادم بحجة أن نتائج ذلك ستكون وخيمة على الجميع. أكد التكتل النقابي لقطاع التربية أن وقف الاحتجاجات في القطاع أمر مشروط بوضع الوزارة رزنامة زمنية محددة لحل المشاكل العالقة في أقرب وقت ممكن. وقال التكتل النقابي في بيان عقب اجتماع تقييمي لإضراب يومي 11 و12 فبراير أنه يؤكد على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة مع متابعة الملفات الاستعجالية العالقة. قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الخميس أنه سيتم تعيين المكلفين بالإفتاء عبر جميع ولايات الوطن قبل تعيين مفتي الجمهورية. هذا وينتظر أن يتم الإعلان عن مفتي الجمهورية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى، دعا محمد عيسى إلى ضرورة احترام المذهب المالكي وعدم مهاجمته واحترام التصوف أيضا، كونه حسبه صفة تخص الشعب الجزائري. أكد صندوق النقد الدولي على لسان مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي على ضرورة أن تتخذ الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة للتأقلم مع السوق النفطية الحالية، والذي تنبأ أيضا باستمرار انخفاض أسعار البترول حتى عام 2020، متوقعا أن تسجل مداخل الجزائر تراجعا هذه السنة قد يصل إلى 20 مليار دولار. أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن اليمن بات على أعتاب حرب أهلية، خاصة بعدما خسر الجيش مزيدا من القواعد العسكرية وسط استمرار المواجهات بين مسلحين قبليين وجماعة الحوثي وتحذيرات من تداعيات إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء. يأتي هذا بعدما حذر المبعوث الأممي جمال بن عمر من إمكانية أن يصبح تنظيم القاعدة إمارة في اليمن. توعد ما يسمى تحالف الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية قوة النظام السوري وحزب الله اللبناني بالهزيمة بعد سيطرة القوات الحكومية على مواقع استراتيجية في المثلث الجنوبي الذي يربط بين محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق. وأعلن تحالف الجبهة الجنوبية أن المعركة لم تحسم بعد. شارك الآلاف من الأشخاص في كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية بتشييع جنازة الشباب الثلاثة المسلمين والذين قتلوا على يد سفاح أمريكي. وطلب والد الضحيتين يسر ورزان الشرطة في التحقيق ما إذا كانت الكراهية بسبب الدين هي الدافع لقتل الشبان الثلاثة، داعيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الإصرار على أن يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالية في الجريمة على أنها كانت بسبب الكراهية لاعتناقهم الدين الإسلامي. صوت مجلس الأمن الدولي على قرار روسي يقضي بتجفيف منابع التمويل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. هذا القرار حظي بدعم 37 دولة بعضها أطراف في النزاع السوري على غرار الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إلى جانب العراق وإيران والأردن. ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه الجماعة وعدم التجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.